ما راح أرد عليه بهذا الأسلوب اللي هو تكلم، هو تكلم بطريقة جدا أنا ما أقدر أرد بهذه الطريقة ولا هذا الأسلوب، لأنه بناتي في الآخر يشوفون تيك توك، يشوفون اليوتيوب، يشوفون، ما أقدر إني أرد عليه بهذا الأسلوب، لأنه يظل أبو بناتي بس أساء لي كثير، وأنا مشكورة إني كنت أشتغل أوكي وحاطتك يدي اليمين وسندي أوكي، وأنت يعني معايا في الشغل، ما في شغل غير يعني. هو بقول سامعك والمفروض يقول لي مشكورة وكتر الله خيرك، بس ما أقدر أقول غير حفظ الله ونعم الوكيل. ولكن هو بيقول أنه هو صنعك، هو ساهم بشهرتك وبتطويرك وبتحسين صورتك. لا تعليق. دنيا الأولاد اليوم وينهم؟ أولادك مع مين؟ معاي أكيد بنات اثنينهم، ليلى روز وغزل معايا. نحن بنتمنى انه ما يصير في طبعا على السوشيال ميديا مهاترات بين الام والاب، لانه لا في اولاد. انا جدا بعيده عن هذا الموضوع، فقط كان في نقطه انا وضحتها للراي العام وخلاص، يعني ما اقدر اني اتخطى هذه الحدود فقط عشان بناتي، عشان ما يسمعوا كلام غير لائق الى غير هذا. تعرفين البنات يدشون على التيك توك وعلى اليوتيوب، هو يشوفونه انه يقول عن امهم هذا الكلام. نعم. هما في الأول والآخر هما يعرفون من أمهم ويستغربون من هجوم أو سلوك أبوهم، بس ما أقول مرة ثانية إلا حفظي الله ونعم الوكيل. لا تعالي كل حال. دنيا دايما يعني كذا مرة أشرتي أو لمحتي إلى محاولة قتل وتهديد، مين هددك؟ مين بده يقتل دنيا بطمة؟ طبعا مثل ما اقول لك، هذه المؤامره كيف بدت؟ بالاول بدت بهجوم على دنيا بطمة، تحريض في قنوات على اليوتيوب في دنيا بطمة طبعا بمبالغ ماليه، ناس عند المحكمه يجون ويصارخون هذا طبعا بمبالغ ماليه. فمن ضمن هذه اليوتيوبر اللي هم اصحاب المطالبه بالحق المدني هددني بالقتل، وفي المنطقه وين يسكن يعني يعني مدينه القنيطره كان في سيارتين يعني وهجموا علي يعني بحجر كبير الحجم. بس مين الحمد لله انه ما صار فيني شيء، بس انا اليوم اتهدد بالقتل من ناس ما عندي بيني وبينهم اي عداوه ولا سويت لهم اي شيء. مين هن هيدول الناس؟ مين هي هالجهات اللي بدها تقتلك؟ ثاني اصدقاء يعني. مين عفوا؟ مين بتتهمي بتهديدك وب يعني تهديدك بالقتل دنيا؟ يوتيوبر لا يستحق ولا اسمه يستحق اني اجيب طريف في هالبرنامج، فقط اقول لك يوتيوبر اكيد في المغرب يعرفونه، مسيء جدا للفن المغربي، مسيء جدا لسيدنا الله ينصره ملك المغرب، مسيء جدا للقضاء المغربي، مسيء جدا لشيء اسمه المغرب، والمفروض انه يتقاضى، ومفروض ان انا سويت فيه شكايه، وان شاء الله بس يتفضل على المغرب القانون المغربي بكل كلمة. قدمتي يعني شكوى ضده؟ بالقتل بالعلن. تقدمتي بشكوى؟ المطالبة بالحق المدني. نعم. ليش أنا أقول لك مؤامرة؟ نعم. لهذه الأسباب. نعم.